كان من قديم الزمان يعني في صغري من 40-50 سنة، نعم ما بكد من 200 سنة، كل الذين من جيل يعرفون هذا. ما مكان هذه الأكياس الشفافة الآن التي تشف عما فيها ما كانت موجودة، كل الناس بأكياس ورق، أنت تحمل شيئا غير معروف حتى لو كان له رائحة. سمعت هذا من شيخنا شيخ رمزي البزم، لو كان معه له رائحة مثل لحم مثلا شواء موضوع في كيس ورق غير معروف، كان يأتي بإيه؟ بمنديل، كان معهم محارم هذه كبيرة، منديل، خلينا نقول منديل أحسن محارم، ينشها أبدا كي لا تظهر الرائحة للناس حتى ما تنكسر قلوبهم. وين الآن شو سيدي عم يتوحم قال على الشواء في البناية، شو سيدي على البرندة بالشرفة قاعد يشوي، وهذا رائحة الشواء عمت البيوت والفقهاء والمساكين وهم يشتهون وهم يشتهون وهم يشتهون. أين رحمتك يا جماعة؟ والله لو كثر علم العالم ما عنده رحمة بالناس والله لا يفلح، والله لا يفلح. أنا حدثني يتيم في التهجير، كان هذا اليتيم يسكن هجر فسكنوا في مسجد من المساجد، نعم، وكان معهم في المسجد رجل يدعي العلم معه شهادات عليا في الشريعة أبدا، وكان موسعا عليه، وكان أمام هؤلاء الأيتام مع أمهم صغار أبوهم ميت أبدا يصنع أفخر الأطعمة، المطبخ مشترك، المطبخ مشترك بين هؤلاء المهجرين. يعني هنا هذه الأرملة معها مقلاة ما عندها إلا بيضتان، تقلي بيضتين لأولادها، وبالجانب بالمطبخ نفسه اللحوم والشحوم والحلويات طب أين دينك أنت؟ أنت إيش فهمت من العلم؟ إيش فهمت من العلم؟ رضي الله عن الشيخ نور الدين العتر كان يتكلم عن هؤلاء الجهلة، قال لي ويثبت الجهل، إيش معنى يثبت الجهل؟ يعني معه شهادة دكتوراه في الشريعة وهو جاهل مثل هذا؟ بالله عليك أليس جهلا هذا؟ أليس كسرا للخواطر؟ أيتام يعني عندك ما تطعمهم طعام كثير، يفهمون يرون ينظرون، هجروا أبوهم مات، أيتام صغار، الله أكبر، واحدة منهم منهن متزوجة كذلك زوجها فقد ومعها ولد صغير، ومعها ولد صغير ويشتهي ويقول لأمه يقول لجدته هذه البنت المرضية رضي الله عنها وأرضاها، اسمع يا عثمه وأعلم الخير الذي ساقه الله إليك، قل الحمد لله أن أكرمك بخدمة هذه المرضية وإيصالها إلى 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 زوجها بعد سنين، الله يرضى عنه عن المسلمين أجمعين. قلت له قال يا أبا نحن ناخذها، شو سيدي من سنين ما جاء بزوجته وأولاده من بلاد الروم، نعم والله أنا وصلني خبر هذه المرأة، قلت يا ربي شابة وكيف بدها تسافر وما عندها مال ولا تذكرة ولا معها محرم، كيف يا رب؟ والله في الليل وأنا مضطجع أريد النوم، فتذكرت هذا الرجل هذا رضي الله عنه وأرضاه، فاتصلت به الأمر كيت وكيت، قال لي أنا جاهز. قلت كيف؟ قال لي أمي عزمت علي، هذا العزم عند أبي حنيفة يمين، أن لا تأتي إلا معك امرأتك وأولادك، قال لي أول مرة تعزم علي مع امرأتك وأولادك تأتي حتى تضع رأس أختك، لابد أن تأتي بهم، قال لي ولعل الله عز وجل جاء بي وبزوجتي وبأولادي من أجل أن نأخذ هذه اليتيمة، نأخذ هذا الولد، فأخذهم اشترهم تذاكر وأكرمهم وأوصلهم، ثم هناك في بلاد الروم قال لهم انظروا ما يحتاج البيت من براد ولا غسالة، ايش يحتاج البيت انا املاه لكم. فهذه البنت المرضية التي تعيش في بيت واحد في مسجد واحد هجروا تعيش مع هذا الدكتور اسمه دكتور، انا بقول له احذفوا الدال والكاف وخلوا ما بقي هذا يليق به، ما بقي من غير دال وكاف ما بقي له هذا.
كانت لفخرها ويتمها. عندما تأكل مع أمها لا تمد يدها إلى الطعام، تقول لأمها كلي، تقولها لا حتى تشبعي يا أمها. ما ترضى هذه البنت أن تأكل حتى تشبع أمها، أمها تبكي عليها والبنت ما ترضى أن تأكل، تقول كلي واشبعي ثم بعد ذلك أنا أكل. يعني هذه صورة من الصور في سوريا، مثل هذه عشرات مئات الألوف، مثل هذا المشهد الذي أنا أذكره لكم وأنا أعرفه. تاب الله علينا وأصلح الله أحواله. نرجع إلى حديث أبي ضمضم، قال فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من بيتي قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس. إيش معنى تصدق بعرضي؟ يعني سامحت كل من يغتابني أنا مسامحه. فكيف يتصدق بالعرض؟ أو كيف يتصدق بالعرض؟ ومن تصدق به فليباح، فهل يباح تناوله؟ فإن كان لا تنفذ صدقته فما معنى الحث عليه؟ اسمع هذا إيراد سؤال، اسمعوا إلى الجواب من حجة الإسلام. اللهم تجل علينا بقولك ففهمناها سليمان عليه الصلاة والسلام. يقول آمين. إذا الله استجابك بصير تفهم، إذا قرأت حديث بتفهم، قرأت الآية بصير الله يفهمك. أما ما فهمت الآن نسأل الله الحفظ والسلام محجوب. نعم بصير يعترض بقى على الحديث، ما فهم يعترض أنا. لك أخي هذا موسى، لك يا حبيبي ثابت عن الآية بتقول شو سيدي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث يقول لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، بعارض. لك يا حبيبي ما بعارض، بس أنت ما فهمت، أنت ما فهمت. ابن هشام الله يرضى عنه فهم، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أن هذه الباء معناها العوض، والذي يعطي بعوض يعطي بلا عوض، والباء في الحديث هي باء السبية، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، أي بسبب عمله. انتهى الموضوع، حلت المسألة. الشيخ البوطي الله يرضى عنه جاء بمثال لهذا وضح المسألة. أنت لأنك ما فهمت الحديث تنكره وهو ثابت، قل أنا ما فهمت، أما تنكر. شيخ البوطي قال لهم مثل إنسان يريد السفر دروع العمر. هذا سيدي أبو عمر يا رب أكرمنا في عمره في رمضان، قولوا أمين يا رب، حج بيتك العام في هذا العام وكل عام، وزيارة دائمة إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قالوا بدك جواز سفر، عمل جواز سفر. طيب جواز سفر بخلوه يسافر؟ لا. إيش بده؟ يحتاج إلى هذه تأشيرة، هي دخول بسموها فيزا. طب لو في تأشيرة فيزا وما في جواز بدخلوه؟ طب لو في جواز وما في فيزا كم بدخلوه؟ الشيخ البوطي قال كذلك، كذلك قال الجواز هو بمثابة الأعمال الصالحة التي نعملها. إيه قال ورحمة الله، الدخول برحمة الله بمثابة هذه الفيزا. وضحت المسألة؟ الله يفهمنا.